الله الرحمن الرحيم. انت هون يا بي؟ شو جراك هلا ولا؟ نسيت الشنقر رجعت اخذه. خذو. بس ليش هيك رابط الدجاجة بالحبل وقاعد عم تستنى؟ لك عود بلا علاقة، عود. صالي له للحناش. حناش؟ ايه حناش. ليش ما قال لك اخوك معروف انه في حناش عم يطلع بيتفتل بارض الديار؟ ولي؟ لا والله ما قال لي. لانه بغل بس ناقصه دناب. انا قلت له يخبرك مشان تديروا بالكم. ايوه. وهلا هيك يا بي بيطلع الحناش؟ ايه يا بي ايه. انا شو بعمل؟ بحط الدجاجة وبربطها بالحبل، بيجي الحنش بيبلعها هي والحبل بيبلع بيبلع هيك بس علقت بسحبه هو وياها جيبه لعندي وبقطع على راسه بالفاس. هذا الجن معناتها يا بي انا رح اكمش الحبل واسحبها وانت بتقطع له راسه. مسيك اصبح مسيك بس ما بتعمل شيء قبل ما اقول لك انا. ها حاضر يا بي. وينه الحمار؟ رابطه برا عند الباب. قوم 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 جيبه احسن ما يصير شيء حرامي. قوم يا بي. معنا بالحاره حراميه؟ شو هالحكي؟ لك مين سرق ذهبات ابراهيم؟ يا بهدينك ذهبات مو حمار بنص عمار. نص عمار؟ ما حدا بنص على غيرك. قوم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والضغط على سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.